فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع جهاد المستورد عمر 3 سنوات فأكثر على مسافة 2000 متر، وقيمة الجائزة 54,000 ريال في أول أشواط الحفل التاسع في الأسبوع الخامس لموسم سباقات المصيف الانطلاقة مع درومري. تمر الخيل الآن في الدورة الأولى، ودرومري يقود الجياد، نبهان في المركز الثاني، وسيف في المركز الثالث، ومحاولات أيضا من كلالو في المركز الرابع. ومشاهدينا الكرام، هذه الخمستاشر راس من جياد المستورد بعد انسحاب راسين من هذا الشوط. الصدارة لدرومري الذي يبدأ الانطلاق سريعا، وتسرير الشوط في المركز الأول، فيما المركز الثاني لنبهان، ومحاولات أيضا من قبل سيف في المركز الثالث، وكذلك من كالتفار في المركز الخامس، فيما الصدارة لدرومري في المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، الجياد المستوردة تبدأ منافساتها، والصدارة لدرومري في المركز الأول في أول ظهور رسمي لدرومري في سباقات هذا الموسم، سباقات المصيف في أول أشواط الحفل التاسع. درومري بقيادة مهدي الحبيل في صدارة هذا الشوط في المركز الأول، سيف في المركز الثاني، محاولات أيضا من قبل كلتفار في المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، تبدأ الجياد في اجتياز علامة 800، محاولات عزوز لانتزاع الصدارة، عزوز ينتزع الصدارة والمركز الأول للجواد عزوز في المركز الأول، خط المستقيم. مشاهدينا الكرام، المركز الأول عزوز، ومحاولات لكلالو أيضا للتقدم في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، صراع ما بين المستورد عزوز، مشاهدينا الكرام مع كلالو، عزوز كلالو، عزوز يحسمها بنصف رقبة. مشاهدينا الكرام في